السلام عليكم. سمحوا لي برك نمضي هاد التكليفات تاع الأمناء الولائيين وبعض الدوائر ونجيكم نتكلم معاك. أول شيء كان سمحتوا لي نبدأ برك نتكلم مع أعضاء الحزب باه ما يتقلقوش. شوفوا يا جماعة إلا طولنا عليكم شوية باش بعثنا لكم التكليف ما تقلقوش. اليوم راني تكملنا نحطوا لي بارافور الولايات الأخرين اللي مازالوا. نذكر فقط الولايات اللي فتنا وبعثنا لها التكليف. كاين ولايات اللي كبيرة واللي فيها ولايات منتدبة بعثنا لهم زوج تكليفات. المهم ظن تبعوا معايا برك ان الكلام هنا موجه لاعضاء الحزب ودوك ندخلوا مع باقي الشعب. ولايه البليده عم فاتحين زوج مكاتب. ولايه البليده غرب ومهم كاين زوج مكاتب عندي لهنا. اضرار ايضا حكي مع واحد صيدلي. البليده نرجع لكم البليده حكي مع الاخ احمد والاخ وكاين الاخ رامول متعاونين هذا مقاول. واضرار الاخ بكري صيدلي. الاغواط الاخ احمد بن محمد وهو مكلف وزدنا له الاخ معمر اللي هو عضو مجلس وطني وفي الحقيقة انه ايضا باش نقدروا نسيطروا على الاغواط باش يتعاونوا. عندنا الجلفة راهو فيها الاخ احمد ايضا رحمون. عندنا المسيلة معنا فيها الاخ سليماني. الاخ الواد الاخ رجب. ام البواقي الاخ حسام الدين. إليزي إبراهيمي. برج بوعليج الأخ عبد الحميد. المدية جلالي. تيارت العربي عبد القادر. سكيكدا عندنا الأخ كمال. قسنطينة عندنا الأخ عادل. ورقلة عندنا سيف الدين. وهران عندنا الأخ محمد عبد الرحمن ومعاه شعيب. سيبازا عبد الرحمن. خنشلة الأخ يزيد. سطيف الأخ فوزي. قلمة الأخ هشام. مستغانم الأخ محمد. وشلف وجزائر العاصمة وتبسة. من بعد نذكركم مكتبوليش اللي هنا الأسماء لكن موجودين. المهم الإخوة اللي ما ذكرتش الأسماء نتاعهم في القائمة هذه عاودوا يتصلوا بنا. إذن اليوم أيضا زدنا أضفنا لتيارة الأخ سعيداني محمد باش نقدروا نتحكموا في الولاية كلها هي مترامية الأطراف. بالنسبة سيدي بالعباس معنا الأخ هو عضو مجلس وطني منبثق عن المؤتمر 22 فبري 2018. هذا الاخ راهو تاني مستعد باش يجدد القواعد نتاع الحزب وعنده اتباع فباش تقدروا تواصلوا مع بعضاكم. ايضا عندنا ولايه وهران تاني لكبرها. وهران مقسمينها لثلاثه وبالتالي فيها وهران فيها زوج اللي حاليا اللي راهم واقفين ونزيدو ثالث هكذا نقسموها على ثلاثة. وهذه كبارها مثلها مثل العاصمة. العاصمة ممكن نقسموها على أربعة لأنه بزاف كبيرة. المهم هادو هما ضمن اللي راني يعني قلت لكم خاصة الولايات اللي فيها الولايات نتاعكم. راني وقعت لكم بادي بعت لكم برك الجماعة الأمناء الولائيين ملفات نتاعكم راهي هنا باش نطمئنكم برك لأنه كثير من الإخوة والأخوات لما ما نجاوبش عليهم أنا شخصيا يبان لهم باللي راني مش مهتمة بالأمر ولا مانيش متابعة القضية نتاعهم. لا أنا نتابع فيها عن كثب والديوان راهو قايم بالواجب نتاعو والأخ حسن ومراد والجماعة كامل يعني راهم بكل وسيف وكل راهم يخدموا
على قدم الوساق يوميا. الأخ يعني مجموعة، يعني هو فريق راه يخدم، فما تقلقوش روحكم، ثم خدموا خدمتكم برك على مستوى الولايات نتاعكم. احنا على مستوانا، على مستوى الوطني، على مستوى ديوان الحزب، وخاصة الأمانة الهيكلة والتنظيم، احنا رانا مجدين الأمور كما يجب. فهمتوني؟ هذا ما كان، نظن راني جاوبتكم كامل، وسمحوا لي لا ما نقدرش نجاوبكم كامل على الواتساب ولا في الماسنجر. المهم انا ما عنديش فيسبوك باش نقدر نجاوبكم على الماسنجر، لكن الواتساب راني نتابع في كل المراسلات اللي راكم تبعتوا فيها، واللي راكم تساؤلات وكل راني نتابع فيها، واللي الاجابه اللي ما تلقاوهاش عند لي زادمن راكم تلقاوها. قلت لكم راهم يرجعوا ليا ونعطيهم الاجابه وكل شيء. من حين لاخر ان شاء الله لاحقا راح ندير لكم رسائل صوتيه، وربما راح نتكلم معكم مباشره في الواتساب الخاص تاعي انا ولا تاع الحزب. قلت لكم الاخوه والاخوات اللي مازال ما قدرناش، مازال ما سمعتوش الاسماء نتاعكم، لانه الولايات اكثر من هكذا، يسمحوا لنا يعاودوا برك يذكرونا اذا كان وصلتهم التكليفات نتاعهم ولا ما وصلتهمش. الولايات ايضا اللي فيها الولايات المنتدبه ذكرونا باش نعطيو الولايات المنتدبه تكليف وحدهم. اتفقنا؟ هذا بصفه عامه. اليوم حبيت نتكلم على وجه الخصوص على الحزب او ما يسمى بالهيكله والتنظيم. بزاف اللي سالوني قالوا لي استاذه واش رايك في الشيء اللي راه يصرى فيما يخص الامارات، فيما يخص يعني فيما يخص الخطاب نتاع السيد جراد. المهم شوفوا نقول لكم حاجه يا جماعه، ربي سبحانه واش قال؟ قال واما بنعمه ربك فحدث. صدقوني يا جماعه، ليس بالامر الهين ولا بالسهل به تقدر تسير البلاد في ظرف صعب كما هذا ما حدثش من قبل. يعني كل الكوارث جات كلها على بعضها، اما ضربه الكورونا هذه اكثر من كل شيء، يعني ضربه كبيره تاع الصح. به تقدر تتحكم وتسيرها وتحاول تقلص الاصابات وتحاول انك تسير بلاد حبس كلش فيها، يعني الجزائر حبس فيها كلش، حبست التجاره، اللي كان يخدم عند روحو عاد ما يقدرش يخدم، اللي يخدم لا جورني ما يقدرش، اللي عنده مؤسسه غلقها، اللي عنده شركه غلقها، الوظائف تغلقت، المؤسسات يعني الوطنيه، الا الخدمات بقات الادنى فقط. يعني صعيب، يعني سمحوا لي والله لا امر صعيب، والله اللي ما يعرفش المسؤوليه برك اللي ما يقدرش الشيء اللي راه وصلنا عليه. يعني اللي يقدر يتحكم زيد مؤامرات، يعني المناورات والمؤامرات في ظرف كما هذا باش يقدر رئيس، ما تقدرش تقيم رئيس، وتقدر تقيمه يعني في الايجابي حاليا، لانه رئيس اللي يقدر يسير البلاد في هذه الازمه، واللي يقدر يسيرها بالمؤامرات وبال يعني العراقيل وكوشتو. مهمه وحكي لكم هو بنفسه، ماهوش امر هين خلاص. حتى الطاقم الحكومي يعني عليه ثقل كبير، صعيب صعيب الحال انه واحد يقدر يكون مسؤول ومسؤول على حقيبه في ظرف مثل هذا. يعني بكل صراحه نهضر لكم بكل صراحه، الانسان ما لازمش يكون اناني ولا ما يهدرش كلمه حق، كلمه حق تتقال. اللي ما يعرفش برك المسؤوليه واش هي، اللي ما يفهمش واش هو اللي صرا الان بالنسبه ل عفوا اسمحوا لي لهنا في الجزائر في التسيير الاخير، يعني في الشهور اللي فاتت. الحمد لله يعني عدت الامور سلامات، والناس رغم ان العراقيل قلت لكم حتى المنحه ما وصلتش للناس، ثاني كاين وعي كبير من الشعب. يعني بكل صراحه انا الشعب فاجئني بزاف بزاف فيما يخص التفاهم نتاعو للظروف اللي مرت بها البلاد. نشكر بزاف التجار، انا شفت التجار يعني كيفاش حارسين كل الحال صح وما تحت المراقبه المشدده، لانه الشكر في الحقيقه نبداو برجال الامن، رجال الامن اللي عملوا المستحيل باه يضبطوا الامور يعني، وما تسامحوش لا مع تجار المحلات تدخل يعني التجار كنت تعرفوهم الوفين الدراهم كامل، ولكن ينضبط بالمسافه، ينضبط بالبعضات، ينضبط بالعدد نتاع الناس اللي داخل المحل نتاعو. نهضر لكم على مستوى العاصمه، يعني وين رحت انا وين درت وشفت
يعني بصراحة كاين انضباط كبير ما شاء الله. رحت البومرداس ثاني كيف كيف لقيت انضباط، لقيت يعني نسبة تقدر تقول تفوت 70% انضباط يعني فيما يخص الإجراءات الوقائية. إذا يا جماعة لازم تعرفوا كي نعودوا في أزمة نتركوا الخلافات جانبا ونتركوا المناوشات، ولازم نوقفوا نتعاونوا باه نحلوا المشكل نتاع البلاد ونتاع الشعب. فاللي يحب حقيقة الجزائر واللي يحب الشعب نتاع الجزائر، الآن كل الخلافات نتركوها جانبا، واللي غايدته حاجة خليها من بعد وبعد يلوم فيها. الآن خلونا نخرجوا من عنق الزجاجة، لأن الأمر حقيقة والله ما هو سهل، ما هوش سهل خلاص. خلونا نفوتوا هذه المرحلة على خير، وخلونا نتعاونوا كشعب وكسلطة، خلونا نعاونوا الجيش الأبيض والجيش الأخضر والأزرق والجيوش نتاعنا اللي ما شاء الله، نعاونوهم باش يقدروا يؤديوا المهام نتاعهم. كي نفوتوا الأزمة إن شاء الله، اللي عنده حاجة غايضته ولا عنده عتاب نتعاتبه، لأن العتاب على الأحباب، هذا هو الحقيقة. ممكن الناس ما يعجبهمش كلامي، خاصة الناس اللي راهي تطالب بخروج للشارع وبالحراك من جديد، ما تتبعوهمش، ربي يجازيكم إن شاء الله ما تتبعوهمش. من ناحية الصحية ما تتبعوهمش، من ناحية الأمنية ما تتبعوهمش. هادو ناس عندهم أجندات يتبعوها، هم مأمورين، لكن انتم ماكمش مأمورين، انتم ولاد البلاد، انتم راكم بلاد هذه خيرها يرجع ليكم الى عرفتوا تتصرفوا. احنا مادام عندنا رئيس جمهورية عندنا لمن نهضروا، من نهضروا لمن نتوجه. تصوروا لو كان في الظروف كما هذه ما كانش رأس باينها وين تهضر معاه وتوجه له الخطاب والعتاب، فالامر يكون اصعب بكثير. لكن الحمد لله نحمد ربي انه اليوم كان رئيس الجمهوريه يتكلم ويخاطب الشعب ويصارحه بكل ما في قلبه. تقريبا نادرا ما تلقى يعني رئيس يتكلم يعني يقول لجماعه راهم خدعوني، جماعه راكم تشوفوا انا عطيت تعليمات وما طبقوهاش، جاب الولاد حطهم قدامه قال لهم حطوا في راسكم مليح منه، وهكا الكلمه كي نقولها لازمها تطبق. انا نعاود ناكد على رئيس الجمهوريه ونقول له يا الرئيس انت راك جيت عن طريق الصندوق، ومادام جيت عن طريق الصندوق كلمتك هي العليا، فاللي ما يعجبوش الحل نحي، حنا نايدوك. اللي ما يعجبو ما يخدمش بالتعليمات نتاعك نحي، خاصه في الخدمات، يعني في الخدمات خدمه الشعب ومصالح الشعب والمصلحه العامه. حبوك تكون صارم بزاف بزاف، لانه في مثل هذه الظروف ولما يكون بزاف الاعداء والمتناورين المؤامرين، الخبرجيه والزرناجيه و يعني على هذه الشاكله والتفاعل هذا، لازم الرئيس يكون صارم، لازم تكون صارم. يعني ما تكونش صارم ما راحش يسمعوا لك الغالب، دوك هذه وراثة سنوات عقود، 3 عقود ل4 عقود، والدنيا هاك على بال كيفاه، ما لازمش تكون يعني هكا متردد وتقول بالك هذه ما نديروهاش، بالك هذه كذا. الشعب معاك، الشعب قد ما تخدم مصلحة الشعب الشعب يكون معاك، مصلحة الشعب وخاطيك الشعب معاك. غدوة كون يحبوا يخرجوا حراك يكون ضدك راح تلقى الشعب معاك، انت خدم الشعب وقف على الشعب وتكون صارم في القرارات تاعك وفي التعليمات نتاعك، وتشوف الشعب كيفاش يسندك سند كبير. لانه وين تروح تلقى الشعب؟ في الاداره تلقى الشعب، في الجيش كاين الشعب، في الجيش الابيض شعب، في الازرق شعب، في البطالين شعب، في البلطجيه شعب، في الادارات الخاصه والعامه شعب، في كل مكان هو الشعب. صح، هو الشعب. باش حتكون البلاد؟ البلاد متكونه من الشعب، يعني تخدم الشعب يخدمك الشعب، تخدم الشعب يقف معك الشعب. الشعب راهو يسمع ويشوف الناس يتغني له وتزن ومن الداخل ايضا، تك على بالك وقت تعرف. وايضا في نفس الوقت انا نتكلم مع رئيس الجمهوريه كمؤسسه باش نتفاهموا. يا سي تبون انا نتكلم معك كمؤسسه، كرئاسه جمهوريه نتكلم معاك، كمؤسسة تمثل، كشخص يمثل اعتباري يمثل المؤسسة الرئاسية.
فاحنا نتكلموا معك من هذا الباب، احنا ما عندناش حسابات اخرى غير ان احنا نتكلموا معك كرئيس جمهوريه. رئيس جمهوريه مش يعني جاي من كلمه جمهور، يعني اختارك الشعب، فهذا الشعب هو اللي تستند عليه، عندك سند نتاعك الشعب هو اللي دعمك. بصح انت لازم تخدم الشعب، لازم تسمع الانشغالات نتاعو. انا سمعتك تتكلم عن المجتمع المدني، المجتمع المدني صحيح مفيد ومهم، لكن ايضا الاحزاب مهمه بزاف، لان المجتمع المدني يكون خليط كبير ويكون فيه تخلاط ويكون فيه التنظيمات تكون هجينه وتكون باطنيه وتكون، لكن الاحزاب واضحه، الاحزاب واضحه، الخط السياسي تاعها واضح، وبالتالي تقدر تعتمد عليها بزاف. الاحزاب تهذب الشعب، تنظمه، تنعت له ما معنى النضال، الصبر، التفاعل مع الوضع، التفاعل مع قرارات المسؤول والحاكم في الوضع هذاك. فاللي يدبر عليك ويقول لك الاحزاب ما تعتمدش عليها راهو ما نصحكش، لان الصح يعني مهما شوف المجتمع المدني مهما يكون مليح ومهما يكون مفيد ما رايحش يكون بالقوه نتاع الاحزاب، لانه الا حبيت تبني مؤسسات دستوريه هي تجي عن طريق انتخابات الشعب. يعني ما تقدرش تدير مجالس محلية منتخبة نزيهة ومجالس وطنية منتخبة ونأكد على المجلس الشعبي الوطني بلا ما تمر على الشعب والشعب اللي يروح للصندوق، وإلا ما راحش تكون مصداقية لهذا البرلمان الجاي. أنا ما نخبيش عليكم يا جماعة، ربما راح نفاجئكم بعد التشريعيات الجاية إن شاء الله بقرار، لانه انا نشوف باللي اديت الواجب واني قمت بالشيء اللي قدرت عليه وربما اكثر. ساهمنا في انجاح المسار الانتخابي، ساهمنا في اطفاء نار الفتنه، ساهمنا في توعيه الشعب، رانا الان نساهموا باش نبقاو نوعيو الشعب ونهدئوا الاوضاع. نظن الى ان يكون عندنا يعني في الانتخابات الجايه ان شاء الله، الاستحقاقات الجايه تفوت على خير ان شاء الله، ونعاود نبعث روح في المجالس المنتخبه. المره الجايه راح تكون عن وعي كبير، لانه الشعب وعى الان عاد واعي مليح مليح. نظن ان شاء الله ربما راح نرتاح وراح نكون ان شاء الله يعني نسلم المشعل للشباب نتاع الحزب اللي يعني نشوف فيهم على قدم المساق، واللي راهم موجدين نفوسهم للمسؤوليه والتضحيات. فنظن يعني هذا هو الدور نتاعنا الفتره هذه، ما حاش تكون طويله بزاف يعني، وراح تكفينا باش نحضروا القيادات الجايه نتاع الحزب، يعني بعد التشريعيات بعد المحليات الجايه ان شاء الله راحين نديروا مؤتمر ربما استثنائي، وربما حين نسلموا المشعل للشباب ان شاء الله نلقاو اللي يقدر يقوم بهذه المهمه. هذا هو الجديد حبيت نقوله لكم، وحبيت نقول لكم باللي عمرنا ما ندمنا ان احنا خدمنا البلاد، عمرنا ما ندمنا ان احنا حافظنا على الثوابت الوطنيه، عمرنا ولا ندمنا ان احنا حافظنا على الرايه رايه الشهداء، عمرنا ولا ندمنا ان احنا حافظنا على المواد الصماء، عمرنا ولا ندمنا ان احنا اعطينا راينا في مسوده الدستور وبعثنا الاراء نتاعنا اللي هي تقريبا شفناها بعد التغييرات، يعني فيها اضافات اللي حطيناها احنا في المسوده عشان داروها الجماعه ديك النهار. المهم نتمناه ان شاء الله ان احنا ما قصرناش بزاف، نتمنى ان شاء الله انه احنا ربما في حاله الغضب، وكنت عارفوا الانسان يكون تحت الضغط ويكون في حاله غضب والخوف، فتلقاه ربما احيانا يعني علاش حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك الانسان كي يعود غضبان يسكت ما يهدرش ويقعد. فالغالب مرينا بظروف صعيبه، نطلب من الناس اللي ربما يعني عن غير قصد ربما اسات لهم بالكلام بطريقه غير مقصوده، نطلب منهم انهم يعذروني، لاني لو جاوا مكاني يعني ربما كان راح ينفعلوا اكثر مني. ايضا نطلب ايضا الناس تعذرني على انفعالاتي، اني كنت غاضبه جدا، تدخلاتي كانت عنيفه نوعا ما، كان صوتي عالي، كان يعني اعذروني لان الفتره اللي مرينا بها ربما كاين ناس ما يعرفوش خطوره هذه الفتره، لكن احنا كنا واعيين بها وعلى بالنا واش هي الخطوره واش كاين بالضبط. ف
فلازم تعذرونا، والاولى بينا نطلبوا منكم انكم تعذرونا. ان شاء الله تشوفوا المره الجايه الابتسامه برك، وتشوفوا غير ما يرضيكم ان شاء الله، ولكن كي نزعف بطريقه اهدأ يعني على الشعب ونقول له لازم تتحرك، لازمك تنوض، لازمك تكون فعال، لازم يكون عندك دور، لازم تكون في الساحه السياسيه، لازمك ما تخليش مكانك يملاه غيرك وبعثوا لي تبكي على الاطلال. فما تغضبوش مني من الناحيه هذه، ولازم تصبروا، لانه احنا قلت لكم كثير من الناس يقول لك انت راكي في البرلمان، قلت لكم اكثر من مره اني انا ناضلت 31 سنه باش وصلت للبرلمان، وما سمحوليش حتى باش نترشح حتى في بلديه، حتى درت حزب وناضلت ونجريت وطلعت وهبطت كامل باش قدرت ندي مقعد في البرلمان. فربما كنت نتمنى اني في البرلمان هذا ندير اشياء كثيره، ولكن درت خارج البرلمان اكثر من في البرلمان. الظروف لا كشتها زيماش، اول مره ندخل البرلمان لقيت رئيس مجلس نحا، حوايج هكا غريبه صرات هكذا شويه خلتنا بو بيرتوربي. بعد جا الحراك مباشره، كشفتوا كيفاش الامور كيفاش ولات متازمه. نتمنى وان شاء الله انه البرلمان الجاي يكون عندنا حزب العدل الباين عنده كتله برلمانيه فاعله وعندها كلمتها. بربي ان شاء الله هذا يعود للشعب. املنا فيكم الكبير ان شاء الله انكم نتوما اللي تعطونا الاصوات نتاعكم، ويكون لحزب العدل والبيان حزب الشعب الحقيقي وحزب البديل السياسي الافضل، تكون عنده كتله برلمانيه باش نقدروا نفرضوا الراي نتاعنا ونكونوا ورقه ضاغطه وورقة معدلة لما لا يرضي الشعب. إذن الشعب الأمر في يديكم، لو ما وقفتوش مع الحزب وما تكتلتوش فيه وما هيكلتوش كما يجب وما رحتوش به لبعيد، فما تلوموا غير نفوسكم، لحنا اللي علينا رانا أديناه. وبربي بربي إن شاء الله يكون حظ كبير كبير إن شاء الله في الانتخابات الجاية. ونقولكم هذا القول، واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.